تجريف تدمير تخريب ونهب، هي فرض لسياسات التهويد والاستحواذ على التراث الفلسطيني وتزويره في وقت كانت تربعت فيه عدد من المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية على قائمة التراث العالمي لليونسكو. حاول الاحتلال الإسرائيلي ضرب الشواهد التاريخية لهذه الجذور المتعمقة في التاريخ الفلسطيني التي تحمل الشرعية الأرض والمكان والوجود، فيما يحاول الاحتلال الإسرائيلي تزوير هذه الروايات وهذا التاريخ الأثري الفلسطيني. وكان الاحتلال الإسرائيلي حاول جاهدا عبر رزمة هذه السياسات مؤخرا من إقرار الكنيسة على مشروع قانون يقضي بسريان صلاحية ما تسمى بسلطة الآثار التابعة للاحتلال على الآثار المتواجدة في الضفة الغربية في إطار جهود الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة والرامية للسيطرة على هذه المواقع الأثرية في فلسطين. سنتحدث حول هذا الموضوع، لينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة والآثار. أهلا بك أستاذ صالح وصباح الخير. صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمشاهدين جميعا. نعم أهلا بك يا سيد صالح. هذه السياسة التي استمدت واستمرت لسنوات في محاولة فعليا يعني نهب التاريخ والهواية والهوية التاريخية الأثرية الفلسطينية تأتي في إطار نهج احتلالي مستمر في استهدافات متتالية لهذه المواقع الأثرية والتاريخية. لنتحدث بداية عن نهج هذا الاحتلال الممتد عبر سنوات. نعم، يعني بالتأكيد هناك نهج لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 للسيطرة على التراث الوطني الفلسطيني ونهب مقدرات شعبنا. فقد قام الاحتلال خلال السنوات الماضية بنهب آلاف، مئات الآلاف إذا مش ملايين القطع الأثرية من المواقع الأثرية الفلسطينية، وصادر الكثير من المواقع الأثرية ودمر الكثير من هذه المواقع وعزل عن طريق جدار الفصل العنصري مجموعة كبيرة من هذه المواقع، ناهيك عن أعمال التدمير اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء شن عدوانه على قطاع غزة حاليا، حيث دمر مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية الفلسطينية في قطاع غزة. يوجد 131 موقع أثري دمر العشرات منها وأكثر من 800 مبنى تاريخي في الضفة الغربية وقطاع غزة. هناك قيمة إحصائية يعني تقدر أو هي يعني دقيقة ب 7000 موقع ومعلم أثري، تقريبا 60% من هذه المواقع الأثرية موجودة في مناطق ما يسمى جهيمة. الاحتلال بشكل يومي يقوم بنهب المواقع الموجودة في مناطق ما يسمى جهيمة، وقرر حكومة الاحتلال الأخير بالسيطرة على مواقع التراث الثقافي في الضفة الغربية. هذا يشمل كل المواقع الموجودة في مناطق ألف وباء يعني تحت السيطرة الإسرائيلية الفلسطينية، فبدهم يخلوه بشكل كامل تحت السيطرة الإسرائيلية. نعم، يعني سيد صالح، وما هي التبعات لتمرير مثل هذا القرار وهذا القانون في حال المصادقة عليه بالكنيسة بالقراءات الثلاث وتحويله إلى قانون نافذ على الأرض بوضع اليد فعليا وإعطاء الصلاحية المطلقة لما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية على المواقع الأثرية في الضفة الغربية؟ مخترمة، كما تعلمين أنت والسادة المستمعين والمشاهدين، هناك بعد اتفاق أوسلو بعد 1994 أصبح هناك 40% من المواقع الأثرية ضمن الصلاحيات الفلسطينية، وقبل ذلك كانت هذه المواقع تتبع للإدارة المدنية يعني أثناء الحكم العسكري في ظل حكم عسكري. بالتالي كل هذه المواقع محمية بموجب القانون الدولي، لأن إسرائيل هي دولة محتلة تحتل هذه المواقع، بالتالي مطلوب من الاحتلال حماية. الآن في خضم هذا القرار هناك نية لدى حكومة المتطرفين في تل أبيب من أجل ضم المواقع الأثرية لسلطة الآثار الإسرائيلية، بالتالي إخضاعها بشكل كامل للقانون الإسرائيلي. هذا يدل على أن هناك نية واضحة لدى الاحتلال بضم كل الأراضي الموجودة في الضفة الغربية، بضم كل المقدرات الخاصة بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وألحاقها.
وفي طبيعة الحال يعني ما هي تحركات سيد صالح المطلوبة في إطار أيضا الحديث عن الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية التي وثقت على قائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو؟ ما هو المطلوب من تحركات قانونية وفعلية جادة من كل المؤسسات المعنية في المجال الثقافي والتراثي؟ بالتأكيد وزارة السياحة والآثار تتابع كل ما يجري على الأرض وكل ما يصدر عن حكومة الاحتلال. هناك متابعات ميدانية من قبل فريق عمل الوزارة لكل الخرافات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض. بصراحة هناك توجه لدى الوزارة بعقد أو بمخاطبة كل الجهات الدولية. قمنا بمجموعة من المخاطبات لليونسكو وأيضا لمجموعة من المؤسسات الدولية العاملة في حقل الأثار. هناك اتصالات تجريها الوزارة مع منظمة الأيسيسكو وأيضا الأليكسو من أجل أن يكون هناك موقف حازم لمتابعة هذا القرار أو هذا التصعيد بحق تراثنا، من أجل أن يكون هناك يعني نشكل قوة حقيقية لمواجهة هذا القرار. سنقوم أيضا يوم الأربعاء القادم بعقد اجتماع لكافة الأثريين الفلسطينيين والمؤسسات العاملة بحصر التراث في مقر وزارة السياحة والآثار في رام الله من أجل مناقشة كافة سبل يعني من أجل مناقشة كافة الطرق من أجل التصدي لهذا القرار الجائر. بالتالي الوزارة ستقوم بالمتابعات على كافة الأصعدة سواء الصعيد الدولي أو الصعيد المحلي. نعم سيد صالح، أكيد هذه الخطوة تأتي في إطار التهويد للأراضي الفلسطينية بصورة كاملة في ظل الاستمرار في شرعنة المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، شرذمة الضفة الغربية، الإبادة في قطاع غزة، تدمير القطاع السياحي برمة والذي تضرر بطبيعة الحال سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، استمرار فعليا استهداف الاحتلال القطاع السياحي والأثري والتاريخي في فلسطين، يواجه هناك جهود فلسطينية لتثبيت الرواية والحق والتاريخ الفلسطيني، كيف تسعون إلى ذلك من خلال المؤسسات الرسمية كوزارة السياحة والآثار وصولا إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي؟ أختي العزيزة، هاي الأرض بتراثها بتاريخها هي ملك للشعب الفلسطيني، كل شيء في هذه الأرض يدل على أن الفلسطينيين هم من سكنوا في هذه البلاد منذ آلاف آلاف السنين. هناك هجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أجل تشويه هذه الأثار وطمسها. نلاحظ بالآونة الأخيرة خلال تصعيد حكومة الاحتلال سواء على التراث الثقافي أو على قطاع السياحة، احنا وزارة السياحة والأثار تعمل بالميدان وتعمل بالإشراف على قطاعين هامات هما قطاع السياحة وقطاع التراث. بالتالي هناك خطة لدى الوزارة، مهما عملت إسرائيل، مهما عملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تجاوزات ضد تراثنا، ضد أرضنا، ضد مقدراتنا الثقافية، هناك حقائق موجودة على الأرض لا يمكن إخفائها، وهي أن هذه الأرض هي حق للشعب الفلسطيني، هذا التراث هو جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني، وهو تراث إنساني مطلوب من كافة دول العالم ومن كل المؤسسات الدولية حمايته لأن تراث إنساني. هناك مجموعة من المواقع الأثرية الفلسطينية المدرجة على لائحة التراث العالمي، وإن شاء الله إحنا يعني بنقدر خلال في يعني 27/7 تقريبا هذا الشهر هناك جلسة للجنة التراث العالمي، قدمنا ملف سانت هيلاريوم أو تل أم عامر الموجود في قطاع غزة لإدراجه على لائحة التراث العالمي. إن شاء الله بهذا الموقع إذا تم تسجيله سيكون عندنا 6 مواقع في فلسطين مدرجة على التراث العالمي. بالتالي هذا التراث هو تراث إنساني، المفروض كل العالم يدافع عن هذا التراث، وإحنا زي ما حكيت أخت ريم حنواصل العمل في الميدان، حنواجه كل الضغوطات وكل هذا التصعيد من قبل حكومة الاحتلال، لأن هاي الأرض أرضنا وهذا التراث تراثنا، إحنا واجبنا أن نحميه بكل الوسائل إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك سيد صالح طوفشة وكيل وزارة السياحة والآثار، عوجتك معنا هذا الصباح.